خليني ارحب بضيفي عبر سكايب الكابتن ناصر صادق، الناقد الرياضي والحكم الدولي السابق. اهلا بك كابتن. اهلا بحضرتك استاذ سامر، كل الساده المشاهدين. الف مبروك. مبروك مبروك للعرب كلهم والمغرب بشكل خاص، يعني كلنا سعداء النهارده، يعني الحمد لله. يعني احكي لي اجواء المباراه وما بعد هذا الانتصار التاريخي للمغرب. والله الناس كلها فرحانه هنا، يعني انت شايف ان طبعا انت دلوقتي انا قدام ملعب، امام ملعب الثمامه، والملعب يعني الناس تقريبا كلهم مشوا، يعني لكن قبل قليل كان الملعب كله اللي يعني احمر من الاعلام الحمراء والتيشيرتات الحمراء اللي الجماهير بترتديها، سواء بمختلف الاعمار. يعني بص، يعني لو بصيت هنا هتلاقي مثلا في اطفال ماشيين هنا اهو، أطفال صغيرين ما شاء الله، في كل الأعمار هنا بيشجعوا، وكل الناس جاية النهاردة بتشجع الفريق وعندها أمل، لأنه أنت عارف الفريق إدانا أمل إنه ممكن فريق عربي يوصل للنهائي وممكن ياخد البطولة، فدي حاجة ما حصلتش في التاريخ، فكل الناس متعلقة بالأمل ده. وطبعاً مش المغاربة بس، يعني أنا شفت مصريين لابسين تيشيرتات المغرب، وأنا لسه من شوية مسلم على ناس مصريين ماشيين مع مغاربه، وحتى قلت لهم يعني المغاربه والعرب والمصريين قالوا احنا عرب كلنا. فالنهارده في حاجه كده يعني جميله قوي من الاتحاد، والناس كلها يعني متشوقه للفرح وطواقه للانتصارات، لانه خد بالك كره القدم مش فيزياء، يعني وحتى الفيزياء احنا نقدر نتفوق فيها، يعني كره القدم حاجه بسيطه جدا، اجتهد وهتلاقي، انت بس ابذل مجهود واجتهد في الملعب والدقيقه هتديك. اللي كان مشكلتنا في الفتره اللي فاتت ان احنا مش ما عندناش ثقه في نفسنا، رقم واحد، رقم اثنين بنرتكب اخطاء ساذجه، ويعني انت تبص تلاقي المنتخبات مثلا نتيجه عدم الثقه بتلعب مع الفرق وكانها مثلا بتلعب غول هيلتهمها، لا الفرقه دي اللعيبه عندها ايدين ورجلين برضو زيهم زيك، وعندهم رئه واحده رئتين وقلب زيهم زيك، بالعكس ده انت ممكن تكون اقوى منهم عضليا واقوى منهم جسمانيا واقوى منهم ذهنيا، بالاضافه ان احنا اقوى بالايمان بالله عز وجل، ودي طبعا حاجه لو استغلناها صح في كل حياتنا هتفرق معانا كتير جدا. كابتن ناصر، اظن الدوحه مش هتنام النهارده. والله بص، هو البطوله احلوت مع الانجازات اللي بتعملها المغرب، وبعدين كاس العالم يعني بص فريد من نوعه والاول من نوعه في كل حاجه، يعني في اول بطوله تتلعب في بلد عربي، واول بطوله تتلعب في الشتاء، واول بطوله يبقى فيها كم هذه المفاجات، يعني حتى احنا متعودين المفاجات بتيجي بعد دور المجموعات او دور ال 16 حتى بتقف، لكن المفاجات مستمره، يعني احنا شايفين وممكن تحصل تاني. يعني انا متوقع، يعني خد بالك ان المغرب تكمل المشوار ان شاء الله حتى النهائي، وليه لا حتى اللقب. يعني انا قابلت ناس هنا من الناس اللي كتير بتكلم معاهم بيقولوا يعني احنا خلاص دلوقتي بقينا طمعانين في اللقب، يعني وطبعا وليه لا، يعني انت كل الفرق، يعني النهارده مباراه انجلترا وفرنسا، انجلترا ليست في افضل حالتها وفرنسا بتلعب ناقصه 7 لعيبه، يعني فرنسا عندها 5 لاعبين غابوا قبل البطوله، وعندهم 2 لاعبين خسروهم في البطوله، فانت مش يعني، وشفنا بولندا مسكت فرنسا كانت عامله عليهم جيم عالي جدا، مع ان بولندا فريق انا شايف انه متواضع يعني. فالمغرب دلوقتي واخده دفعه معنويه رهيبه جدا، يعني اعتقد ان هي يعني المفروض تستغلها وتكمل ان شاء الله، عشان خاطر بقى الانجاز يبقى يعني يبقى حاجه كده فيها ميداليات، يعني مش حاجه وخلاص. يعني انا موافق على المركز الثالث مفيش مشكله، بس حاجه يبقى فيها ميداليه يعني. فان شاء الله من غير مقاطعه يعني نعمل ان تستمر الانتصارات وتستمر الانجازات، ونعمل ان احنا نفرح، احنا ما بننتصرش في اي حاجه، احنا كل حاجه خسرانين، فيعني على الاقل الكوره يعني يا كابتن.